تستعد أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم لتقديم حفلها الرابع على مسرح البحرين الوطني مساء يوم غد، حيث بدأت الأوركسترا بتكثيف التدريبات الموسيقية لإظهار الحفل في صورة جميلة. وسيأخذ فريق أوركسترا البحرين الفيلهارمونية الزوار خلال الحفل في رحلة فريدة من نوعها لمتنوع الألحان والإيقاعات من جميع دول العالم. على مشارف المسرح الأول في مملكة البحرين، مسرح البحرين الوطني، تحيي أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو البحريني الدكتور مبارك نجم حفلها الرابع، والتي ستقوم بتقديم برنامج موسيقي متنوعا تملأ من خلاله أرجاء المسرح الوطني للترويج للوجه الحضاري للمملكة حول العالم، وتعرف الزوار بالحياة الثقافية كونها الجزء الحي والنابض من الحياة. أوركسترا البحرين الفيلهارمونية كثفت تدريباتها لإظهار الحفل بأجمل صورة، حيث سيأخذ هذا الفريق جميع الزوار في رحلة فريدة من نوعها لتعيد عشاق الموسيقى إلى القرن العشرين. هذا الأوركستر هو أنا أسميه كأنه هو مجتمع البحرين بكل أطيافه، من مواطنين ومن عرب ومن أجانب. عندنا بحرينيين في هذا الأوركسترا عازفين أساسيين، كذلك عندنا عرب وعازفين أساسيين، وعندنا أجانب من جميع الجنسيات الموجودة في هذا البلد، وهذه هو بلد التعايش السلمي. ويعد ثراء الثقافة الوطنية انعكاسا طبيعيا لثراء حضارتها الممتدة في عمق التاريخ، ولطالما سجلت المملكة حضورا متميزا وسط الحضارات الإنسانية لتصبح واحدة من مراكز الإشعاع الفكري والثقافي وواحة لالتقاء الأديان. بنقدم أعمال أوركسترالية لافتتاحيات لفيردي، وكذلك بنقدم أعمال من الشرق الأوروبي لإيفانوف وبوريدين. بالإضافة إلى ذلك عندنا أيضا موسيقات جميلة إسبانية، فخليط من هذا التنوع، هو لأن التنوع هو نكهة الحياة، التنوع هو يتيح حق الإنسان التعرف على التجارب المختلفة. الأمانة أنا تحمست وشرفني، وهذه تجربة بالنسبة لي يعني تجربة جديدة وتجربة فريدة من نوعها. أنا أغني مع العدد الكبير من العازفين والله الموفق. هذا وتحظى الحياة الثقافية في مملكة البحرين بدعم لا محدود من قبل سيدي جلالة الملك المعظم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي باتت أرضية خصبة لاستقطاب العديد من الفنانين، كونها أصبحت الوجهة الحضارية الجاذبة لكافة أشكال الإبداع الثقافي الذي نعيشه في قوالب فنية تعكس استدامة الموسيقى في المملكة. فريق أوركسترا البحرين الفيلهارمونية تقوم باستعداداتها لإحياء حفلها الكبير بمجموعة ضخمة من مقطوعات موسيقية كلاسيكية، إلى جانب أروع الألحان البحرينية والخليجية والعربية واللاتينية، التي تأخذ جميع زوارها في رحلة مليئة بالحنين إلى الماضي مع كل مقطوعة على خشبة مسرح البحرين الوطني. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.